بابا جه يا فندم. بابا قولي له بابا جه. هو حضرتك مين؟ ايه حضرتك مين؟ انا بابا جه. الحب بينك وبين ولادك هيجي يحكوك على كل حاجه، اي مشكله اي بتاع هيقول لك قايلين لك. الطفل من طبيعته ذكي، هو يعني هو في حاجه زي كده ايه بيستثمر ذكائه في حاجه زي كده. هو كل اللي المطبخ ده، انا المطبخ ده مش هسيبه ابدا. ليه جبته لك امتى ده؟ مش فاكره، بس فاكره كويس قوي مره في رمضان انت كنت جعان قوي وانا كنت بطبخ في المطبخ ده، والاكل كان عاجبك قوي، وفضلنا نلعب لعبه الاكل لحد السحور. عندي الولد الكبير لما مثلا بيزعلني ولا حاجه ما بكلموش، هو من نفسه بتلاقيه بيرجع يراضيني يقول لي خلاص يا ماما انا اسف مش هعمل كده تاني. لكن الوسطاني بصراحه بيفهم عيني على طول، اول ما بزعل منه بتلاقيه اتغير على طول. لا خلاص. بالنسبه للاولاد لما بحاول اعاقبهم يعني وكده هم بيغلطوا، فبحاول اعنفهم بالكلام، وساعات بتستخدم طريقه تانية اللي هي مثلا منع المصروف شويه عنهم يعني، لكن برجع تاني بسرعه وبحاول اراضيهم طبعا، فهم بيعرفوا ان في حاجه غلط حصلت فبيرجعوا بسرعه. عاقبه بشيء هو بيحبه انا ممكن ما اعملهلوش، يعني ممكن مثلا اخليه في البيت، ممكن ما اخليش يخرج، ما بيحب يلعب كوره او حاجه ما اخليش يعني ايه الحاجه اللي هو بيحبها، يعني بحاول الى حد ما العقاب ان انا امنعها عنه. ما تخاف شويه بقى على العيال، كفايه المصروف اللي خصمته منهم. بيدوا لهم المصروف انت بينك وبينهم. ايه مديحه اخف ايه؟ هل اقعد زي فين؟ بديهم حريه ما فيش بعد كده. والله العقاب اول حاجه ممكن يعني احرمهم من حاجه معينه بس فتره مؤقته، يعني مثلا لو بيحب حاجه مثلا اقول له ايه دي مش هجيبها لك. بالنسبه للاولاد في فجوه كبيره بيننا وبينهم في التعامل معاهم، ولازم ندرك هذا الموضوع سواء خطا فينا او فيهم. هم جيل طلعوا غيرنا خالص، طلعوا شافوا الدنيا من الاخر، احنا شفنا الدنيا من بعيد خالص. يعني في عقاب ممكن انا ما اتكلمش معاهم، في عقاب ممكن اخد منهم الحاجه اللي هم يعني اللي هم بيستعملوها كتير، او ما اجيب لهمش الحاجه اللي هم مش بيحبوها. الاوضه دي ما ينفعش تتساب كده، لازم تتنظم، يا اما هتكبري وتتعودي عليها عامله كده وهتبقى زريبه. هنروقها مع بعض. نهار ابوكي اسود، الحبوب دي لبان يا بابا. لبان ليه؟ ليه تمشي في السكه دي وتحرق قلب ابوك عليكي ليه؟ سكه ايه؟ ده لبان يا بابا، ماما جابتولي من المول. انا معايا 5 اطفال كل منهم بيتعامل بطريقه معينه، يعني ميرنا لو انا عاوز اعاقبها مفيش مصروف يا ميرنا، خلاص يا ماما اسمع الكلام. ملك عايزه تتعاقب مش هتنزلي الشارع يا ملك. محمود مش هتنزل السعيد. مؤمن ده ما بينفعش معاه اي عقاب لانه هو اصلا عصبي، فبضطر بلجا للضرب. ده الحل الوحيد مع مؤمن. والضرب العيال هتخاف، العيال هتزعل، العيال هتكش مني مثلا لما اجي اقول لهم في ايه ولا كلام زي كده، هيقول لك لا مش هقول لبابا عشان ما يضربنيش. لا لما اكون واخدهم ان هم يتحاوروا معايا ويتكلموا معايا ده بالدنيا بحالها، لان اصلا في الاول والاخر هم اولادي. انت عارف العقاب بتاعك ايه؟ هتاخد عربيتي توصل اخواتك كلهم المدرسه وتوصل مره الجامعه وترجع تاخد مس 4 تواديها التمرين وتستناها لحد ما ترجعها البيت. حضرتك فاهم انك بتعاقبني من غير منطق؟ من غير منطق؟ في فعلا فراغ بيننا وبينهم، فكل اب يعرف ايه اللي ممكن يرجع ابنه عن اللي هو فيه قدر المستطاع، ومش يقدر بالكليه عشان نكون يعني منصفين ابدا ابدا، ما فيش اب عنده العصا السحريه ولا ام تعدل ابنها في يوم ولا في شهر ولا في سنه، يتعطي له بس المقومات اللي يقدر يمشي بها فتره لحد ما يعدي الابتدائي شويه، فتره يعدي الثانوي، فتره يعدي كده، يعني مقومات بس. انا مختار ابو المجد، قررت ابني امبراطوريه. إمبراطورية ميمو.